مساء الخير والنور على مشاهدينا ومتابعي برنامج تحيا الستات. مساء الخير والنور والورد على كل ست بتشوفنا النهارده. مساء الورد على زميلاتي الحلوين سهى ومنى وايمان. مساء الفل يا حنون. اهلا بيكي يا منى. اهلا بيكي يا ايمان. سعداء جدا بانضمامكم لفريق اعمل برنامج تحيا الستات. ان شاء الله تكون حلقه لذيذه ان شاء الله. اكيد بوجودكم باذن الله ومكملين ان شاء الله مع ان شاء الله وتحيا الستات وتحيا الرجاله كمان وتحيا الرجاله. مش تبعنا انت النهارده. مش تبعنا النهارده. كيف تفهم المرأة شخصية الرجل؟ ده هيكون عنوان فقرتنا الأولى إن شاء الله. أما فقرتنا الثانية هتكون مع مدام حبوبة واللي دايما بتكون منورانا وبنعرف منها نصائح ومعلومات عن كيفية العناية بالشعر. أما الفقرة الثالثة هتكون عن مركز الرعاية المنزلي، وده بصراحة أول مركز في القاهرة وده موجود في محافظة الزقازيق. هيكون منورنا النهاردة أستاذ أحمد محمد رزق مدير مركز الحياة، واللي عنوانه مش محتاج تنزل من بيتك، دكتورك هيجي لك لحد عندك. خلينا نبدأ معاكم النهاردة فقرتنا الأولى وهي كيف تفهم المرأة شخصية الرجل. الحقيقة الرجل الشرقي راجل ليه مفاهيم وطبيعة مختلفة وغريبة. طبيعته وتفكيره وإحساسه وطريقته ومشاعره بتكون مختلفة عن أي راجل تاني في العالم. ولا إيه رأيك يا سهى؟ أنا في بداية الموضوع بس حابة إن احنا أقول إن احنا زي ما بتقولوا دايما إن احنا تحيا الستات، فمتحفزين أو متحيزين ناحية الستات أبدا، بدليل إن احنا جايبين النهاردة الموضوع كله عن الراجل. يعني إزاي أفهم شخصية الراجل؟ لو الراجل مش بيهمنا ما كناش عملنا موضوع الانترو النهاردة عن مفاتيح شخصية الراجل. عايزة أقول بس في 5 جمل مختصرة إزاي تعرفي شخصية الراجل اللي أنت بتتعاملي معاه، أو إيه المفاتيح اللي ممكن تدخلي منها للراجل اللي أنت عايشة معاه أو اللي موجود معاكي في محور حياتك. أول حاجة يعني لازم توفري للراجل أو شريك حياتك المساحة الخاصة بيه، يبقى ليه مكان في الشقة معين، ما أنت ما تحتكيش بيه، أنت ما تفتشيش في حاجته، يبقى ليه خصوصياته وليكي أنت خصوصياتك طبعا تحت خط معين ما يتجاوزهوش، أن يبقى ليه أسرار دائمة أو أنت يبقى ليكي أسرار دائمة. تاني حاجة التحفيز البصري أو التركيز، يعني لما تيجي تناقشيه في موضوع ركزي أكتر في حاجة مكتوبة، حاجة واضحة يقدر يفهمها، بلاش الكلام المرسل، بلاش الكلام اللي هو الرغي اللي الراجل دايما بيطفش منه، خلي تركيز واضح على حاجات محددة. تالت حاجة ما تتوقعيش أبدا من الراجل إن هو يفهم مشاعرك، يعني أنت تبقي متضايقة وهو يبقى فاهم من وشك مش هيفهم. قولي مشكلتك وعرضيها عليه بسرعة أو فهميها له، هو هيقدم لك الحلول بشكل واضح. رابع حاجة إن الجمال ما تعتمديش عليه، مش هو بس الشكل الحاجة الوحيدة اللي تقدري تفهمي منها الراجل إن هو حبك أو مال إليكي، بالعكس شخصية الست وكلامها ولباقتها وإدارتها للحديث بنجاحي أكتر حاجة بتجذب الراجل للست. آخر مفتاح ممكن تعرفي منه الراجل، أبدا ما توجهيش للوم في حاجة عملها أو أخطأ في شيء، يعني تعرضتوا المشكلة في بيتكو أو حاجة ما تقولولوش أنت عملت، أنت سويت، أنت السبب، ما تعدبهوش. حاولي تظهري المشكلة إن هي جاية من جانب تاني، طب أنت شايف حلولها هتكون إيه. برضو ما تقلليش ثقته في نفسه، دي آخر وأهم نقطة بحب أقولها لكل ست عشان تفهم الراجل اللي قصادها. ما تقلليش ثقته في نفسه أو ما تحسسهوش بالدونية أو اللا مسؤولية، حسسيه إن كل قراراته صائبة، كل مسؤولياته إن هو قدها وقدود عشان يحس إن هو راجل. هي دي المفاتيح الخمسة اللي أنت لازم تفهمي منها شخصية الراجل، واكيد ايمان ومنى ليهم تعليقات تانيه افضل واحلى عن فهم شخصيه الراجل. رايك ايه يا ايمان؟ رايي بس عايزه اقول لك نقطه برضو مدام سهى. دلوقتي الستات اغلبها النهارده بتشتغل، تمام، فطبيعي لازم بترجع من البيت تعبانه وعندها برضو مديرها في شغلها وعندها ضغوط وعندها حاجات كتير مضايقه، ما ينفعش يكون عليها عبء كبير من جوزها ومن ولادها ومن مسؤوليات البيت وضغوط البيت. لازم برضو يكون في كلمه كويسه بحيث انها تقدر تكمل. تمام، انت فاهمه ازاي يعني؟ تمام. ايه ما ينفعش يكون ضغوط من اغلب الستات دلوقتي نسبه 70% من الستات بتشتغل حقيقي، فاحنا مش هينفع برضو نيجي على الست قوي. يعني هو الراجل زي ما انت قلت كل الكلام اللي انت قلتيه ده كويس وتمام، بس الستات مش هتعمل بيه. يعني ايه النقطه اللي هي احنا قلنا ايه بس بوينتس معينه للستات ان هم يقدروا يمشوا عليها. طيب دلوقتي الست راجعه من شغلها تعبانه ومرهقه، بترجع لو متجوزه ترجع تشوف شغل بيتها، بتشوف طلبات اولادها، بتشوف كل حاجه. ممكن جوزها يرجع من الشغل متعصب، ايه مديره ضاغط عليه، هيعمل عليها مدير في البيت. صحيح. وش فهي طبعا بيجي الخناق من هنا، هي راجعه من شغلها على ضغط وهو راجع من شغله عليه ضغط، هما الاثنين عليهم ستريس كبير جدا، فاصبح ايه
في خلاف، في مشكله، فلازم زي ما احنا برضو بنوجه للست ازاي هي تمتص غضب جوزها، او ازاي هي تكون قادره انها تخليه عنده ثقه في نفسه، او هو شايل المسؤوليه، لازم هو كمان يديها ده اللي هي ايه، ربنا يعينك، ابسط حاجه جدا يعني، بس حاجه بسيطه قوي، التقدير. بالظبط. كملي بقى من اول التقدير، كملي بقى يا منى. انا هضم صوتي لصوتك، ولكن مش بكل حاجه. الاستاذه سهى قالت كلام حلو جدا ويعجب اي واحده ست، ولكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا للراجل. الراجل بيحب دايما يكون عنده حبيبته في البيت، ولكن ليه شريكه تانية في العمل، صاحبته، وهي كل حاجه. ندخل في سكه تانية. معلش الحزين حاجه، جيب لنا الكلام على فكره كده، ركزوا معانا لو سمحتوا. فخلينا نقول ان الراجل دايما بيحب الست اللي في البيت عنده تكون هي كل حاجه، وتكون كمان يعني تشاركه في كل حاجه، ولكن لما بتفتح موضوع الشغل فهي بالنسبه لها دي حاجه صعبه جدا. ده اسرار عسكريه للراجل، انه مش عايز حد يجي جنب شغله، ودي مشكله كبيره بيعاني منها كل الستات. ولا تجيبه كام ولا بياخد كام ولا ليه، لا لا هو خصوصياته بالظبط، هو ما بيحبش حد يدخل جنب. طب احنا قلنا يا هنا من شويه ان انت لازم تديله مساحته، يعني المساحه بتاعته. ندي مساحته، ولكن من حقها. هو قال لك هو حر، ما قالش خلاص انت ليكي خصوصياتك. لا بس احنا عارفين طبعا، احنا ما بنرتبط ببعض من البدايه، ان في مشاركه في الحياه. يعني المشاركه ازاي؟ ان انا خلاص هربي الاولاد وهبتدي اعمل الاكل والشرب وانظف لو انا ما بشتغلش، او لو بشتغل هاجي من البيت عشان اشوف مذاكره الاولاد وبس. ولكن المفروض ان معايا زوج لازم اتكلم معاه، لازم يحصل نوع من انواع المشاركه. ولكن مش بقول لك اقعد قول لها كل اسرارك واقعد احكي يومك من اوله لاخره، ولكن في بوينت ممكن نتكلم فيها. يبقى في ريد لاين للاسرار دي، يعني انا ما تجاوزت ان كل حياتي هو ما يعرفهاش، هو نفس القصه كل حياته برضه. احترام في بيبقى في خطوط عريضه اقف عندها، ان في كل حاجه يعرفها الا نقطه معينه ليا. اعتقد برضه نقطه معينه ليا ترجع لطبيعه العلاقه بين الشخصين، يعني في زوج وزوجه بيكون بينهم تفاهم وحاجه اسمها تصالح نفسي. انا ممكن اقول اي حاجه او فضفض باي حاجه، ما بكونش حاطه اي خطوط بيني وبينه، والعكس على فكره صحيح. يعني ده بيكون راجع لطبيعه العلاقه. معنى كلامكم ان احنا ممكن نلخص ان احنا نفهم شخصيه الراجل في نقطتين، يعني اللي فهمته من كلامكم، اول حاجه ان احنا نديله حريه، نديله مساحه شخصيه، بلاش نكتم على نفسه، سواء بالغيره، سواء بالتطفل، سواء بالخناق الكتير. يعني برضو حته انك تدي مساحه او حريه دي مهمه قوي. عشان ايمان، عشان ايمان. ايوه هتعالي. ايوه هتعالي على الحته دي. هتقول حاجه. ايوه بالنسبه للغيره، موضوع الغيره ده احنا بايدنا احنا اللي نقدر ان احنا ما نخليش الراجل يغير قوي. يعني مثلا هقول مثل بسيط، انا عارفه ان زوجي بيغير عليا من زميلي في الشغل، فانا ممكن اكلم زميلي في الشغل ده عادي جدا وطبيعي. وقت ما يجي زوجي معايا او يكون معايا في المكان ده، احاول ان انا اقلل من الكلام معاه، احاول ان انا اكون بتعامل معاه بحذر شويه، بحيث ان ما يكونش فيه غيره. فهو ممكن في اي وقت يجي يقول لي لا انا مش عاوز الشغل ده. يبقى انا اصبحت خسرت الشغل، في نفس الوقت عملت دروبي بيني وبين جوزي. بالظبط. فموضوع الغيره ده بايدنا احنا، محتاج انها ما تصيرش الغيره دي بايدنا احنا. انت على فكره في ستات ظريفه جدا بتحب تصير الغيره دايما عند الراجل، وبتبقى فاكره انها كده بتحافظ على ان دي جلبه المشاكل. انا شايفه ان دي جلبه المشاكل. لا بس على فكره في رجاله بينجذبوا للموضوع ده، بيبقى فاكر بقى ان السيده اللي معاه او زوجته محطه انظار للجميع، فانا بقى حافظ عليها ليا انا لوحدي. على فكره في ستات بيمسكوا في النقطه دي، لا وفي رجاله بينجذبوا لكده. يعني حاجة. وفي العكس هضيف حاجه، في العكس بيرفضوا كده تماما وبيحطوا امر واقع. خلاص المكان الفلاني ده ما تطيقوش. في سيدات وكمان في رجاله، ده مش ذكاء على فكره، صح؟ طبعا. لكن الراجل دايما الشرقي بيحب مراته تكون في البيت بس، يعني حقيقي. يعني هو بيعجبه حاجات معينه للموضه وللبس وللشعر وكل حاجه، ولكن مش عايز مراته تعمل كده. اعتقد ان جزء من الناس بتكون بسبب ان هي ما عندها، او هو مش عايز يشيل تكاليف عاليه، فهو بيقول لها خلاص اكتفي بيكي كده، ولكن انا ببص بره وعايش الحياه كويس جدا. ففي ناس كتير جدا بتعمل كده. فيعني برضو طب نعالج ده ازاي؟ يعني نعالج فكره ان الراجل الشرقي عاوز زوجته في البيت بس، اللي هي للبيت وللمطبخ والاولاد، وعاوز صاحبته بره، ورافض مبدا ان هي الذكاء بقى في الست ان هي تربط ما بين الاثنين. احنا مش عشان ما نبقاش الحاله كلها على فكره. والله انا شايفه ان الستات دلوقتي باصه جدا لكل اللي بيحصل في التلفزيون واللبس والميك اب والفاشن، بيحاولوا يعملوا. انا بشوف يعني ناس بسيطه جدا كله. والله انا عايزه اقول لك ان انا بشوف ناس بسيطه جدا لدرجه مثلا ايه، انا اسفه مش تقليل منهم والله ابدا،
البوابين بزوجاتهم بيروحوا يعملوا الصبغه والكرياتين. صحيح، لا الستات دلوقتي على فكره بقت على علم الثقافه بالميك اب والفاشن، قدر عالي جدا من الثقافه، كل الكلام ما عادش حته الست اللي في التلفزيون حاجه واللي في البيت حاجه ثانيه. صحيح، في برضو جزئيه مهمه قوي عايزين نتكلم فيها لازم الست تفهمها، خاصه بالراجل الشرقي، ان الراجل ما بيعرفش يقرا مشاعر الست. احنا عندنا مهاره ان احنا نقدر نقرا مشاعر اللي قدامنا. يعني لو جوزك زعلان او مخنوق او غيران، انت لو على بعد كيلو هتعرفي تقري البادي لانجوج او تقدري تقري مشاعر وشه. لو جاي عامل غلطه الواحد ممكن تقعدي 3 ايام زعلانه وما ياخدش باله، ما ياخدش باله اصلا كلها كده. يعني يعرفوا الراجل من النظره، لا لما تكوني زعلانه من حاجه، لو زعلانه من حاجه او مخنوقه او متضايقه خليكي صريحه ومباشره بالحاجه اللي بتزعلك، كذا بيزعلني كذا بيضايقني فانا بغير منها. بلاش تضربي البوز المتين وتفضلي قاعده مستنيه لما هو يسالك مالك وتردي تقولي مفيش. هم مش نفس تفكيرنا الحقيقه. الموضوع ده يعني بصراحه عايز حلقات كتيره جدا. اختم بس فقرتنا النهارده مع جميلاتي منى وايمان وحنان، وازاي افهم شخصيه الراجل، او اهم ادق نقطه ما تقلليش من الراجل، ما توجهيش ليه اللوم او العتاب، ما تستنيش منه ان هو يفهمك بسهوله، بدري انت بالمشكله وقولي اللي عندك. انتظرونا بعد الفاصل وفقراتنا الجميله وبرنامج تحيا الستات، تابعونا.